خوتي خواتاتي كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا في صحه جيده ان شاء الله. معكم شيوات الدراوي. اليوم غنديروا معكم كوفيتير ديال التلاح، كيجي رائع. التلاح غنحيدوا له هذا اللب الداخلاني، داك الجلده الخضراء كنحيدوها. هانتوما شي شويه عندنا هنايا ديال الحمر، ما عندناش بزاف، غنقطعوها هكا مربعات بهذا الشكل هذا. راه كيجي زويون، والتلاح كي كنعرفو راه دابا الموسم ديالو. هذا كله كنديروه هنا، هانتوما كاع هاد البيض كله تنديرو هاد الجلدة الخضراء، تنحيدوها كنصوبو هكا، وتنديرو عليه زلافة ديال سنيدة وحامضة. كنبيتو الليلة كاملة في التلاجة، نصوبو نبيتو الليلة كاملة في التلاجة. الغطا لي تلقاو طالق السيرو ديالو، وتردو على البوطة، تيجي كوفيتيرو زويون. كم تجربوا على البنات، راه ما تندموش عليه، زوين ومفيد. كنعرفوا التلاح راه مفيد بزاف. ها انتما تنحيدوا له كاع هاد الجلده الخضراء هكا، ها انتما الجلدة الخضراء كلها تنحيدوها هانتوما. كنديروه تيجي بهذا الشكل هذا، وتنضربوه مربعات، كنستمروا هكا فكنكملوا الكمية. انا عندي هنايا ربع دلاحة كبيرة، نتوما على حساب اللي بغيتو ديرو، راه تيحط كمية زوينة هانتوما. بعد ما نقطعو كله ان شاء الله نوريولكم النهائي. اخوتي من بعد ما قطعنا التلاح ديالنا، هانتوما قطعنا مربعات هكا صغار، عندنا هنايا ربع دلاحة، غندير معاها زلافة ديال سنيدة. ها هي بهذا الحجم هذا، زلافة على حسب السكر كله وشنو تيبغي. كاين اللي كيبغي الحلاوة بزاف، كاين اللي مكيبغيش الحلاوة بزاف، على حسب الذوق ديالكم. هكدا عندنا هنايا حامضة، انا حامضة صغيرة محيدة لها العضومة كاملين، وغنديروها معاها تا هي، ونبيتو هكذا حتى الغدا ان شاء الله، باش نوض الصباح عاد نردو في الطنجره ديال الضغط في الكوكوط، ونوريكم الشكل النهائي ديالهم. اخوتي بعد ما طلقنا السير ديالنا، انتما بعد ما غطيناه الليله كامله في داك السكر اللي وريناكم، انتما كي كيطلق هو الراس والماء، كنديروا له لا ما لا والو، طلق هو السير ديالو. دابا غنردوه في طنجره الضغط ربع ساعه ونوليو عندكم ان شاء الله. انتما خوتي حنا رجعنا لكم، هذا هو التلاح ديالنا، الكونفيتير ديال التلاح ديالنا. انتما كي كيجي بهذا الشكل، راه كيجي زويون. هنا ربع دلاحه، انتما شحال عطاتني؟ عطاتني جوج سلايف هنايا بهذا الحجم هذا. انتما تجي كميه زويونه وتيجي لذيذ، تنتمنىكم تجربوه ما تندموش عليه. الى فيديو اخر ان شاء الله، ما تنساونيش باللايك.